Let's go.
ينضغر يوي عدو أنا يهلمو يزور عندو النيور اللي يموت يوي نافوس يغشى فوس يخيم ناسينا نمشور يوي نافوس يغشى فوس واخيرا وصلنا لقصر اموي ب تادي غوست على جبل سلسله الجبل العربيه، وهذا واحد الحجره الفوق اللي كتبان لكم كيسموها الحجره اللي هزاخته. هذا التباصل ديال العجين ديال لابوتري او ديال الفخار، غادي نوريكم مراحل ديال كيفاش كيصاوبوهم. هذا التراب خام، يعني كيجيبوه كيحفروا عليه من الجبل كيجيبوه وكيهزوا هاد العصا، هذا كيدقوا هاد العصا، ملي كيدقوه كيشربوه، يعني عمل شاق ومتعب، كيبقى يدقوه 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 حتى يولي غبره، يعني كيبقاو يدقوا فيه. هذا تراب مدقوق ومازال ما كملوش التراب، يعني الدكان ديالو. من بعد غادي يعجنوه ويدخلوه لداخل باش يتصاوب بحال هكا كيف كتشوفوا. ها هو المعلم كيصاوب قصريه ديال العجين. هذه الطريقه باش كتقد الرحى، كيدورو برجلو وبيدو كيفيني جناب وكيقد التبصيل على حقه وطريقه. بالنسبه للطين، يعني راه كيحف، يعني كيسقيه وكيحفظوه، يعني كيبقى فازق الى غطاوه بالميكا يقدر يخبيه حتى 20 يوم وما تيخدمو فيه. يعني كيجيب واحد الكميه كبيره ديال التراب، واحد النوع خاص في التراب، يعني كيحفروه من الجبل وكيدقوه، يعني كيدقوه مزيان. هانتوما كيف كتشوفوا راه المعلم سالا طبيصيل ونقاه. من بعد العمليه اللي غتتم هو غادي يخرجوا على برا ينشف بحال هكا. هاد الطباصل دابا اللي كتشوفوا راه مازال ما نشفوش، وملي غادي ينشفوا غادي يدخلوهم للفران، غيدخلوهم للفران. وكيف كتشوفوا كاين تما اواني اللي مهرسه كيحطوا عليها جديده اللي غطيب. علاش بالضبط كيطيبوهم في الفران؟ باش ما تبقاش فيه ريحه ليميديتي او اي شي حاجه ديال الماء. بالنسبه للفران كيسخنوه على درجه 2000 درجه مئويه، وكيحطوا فيه هاد الطباس اللي كتشوفوه هنا اللي حاطين هنايا،
وملي كيطيب طبيعه الحال كيتبدل اللون ديالو، كيولي بحال هكا، كيكون صفيري شويه بحال هكا تشوفك حميري دابا، ولا صفر شويه هكا، تيكون قاسح وصوليد صعيب يتهرس. ومن بعد كي يعني تيدير ليه واحد الماده من الفوق، يعني الحجره ديال الكحل، كيدقوها وكيطحنوها وكيصاوبوها، وهي باش كيدهنوا الفوق. علاش كتتم هذه العمليه؟ باش كيولي هذا التبصيل هذا او هذه الانيه هذه كتولي عازله للماء، يعني ما هذه الانيه وهذه القصريه هذه ما يمكنش تشرب الماء، يعني ما يمكنش تشرب الماء، واخا تدخلها في الماء الى اخره ما يمكنش تشرب الماء. دابا كنشوفوا كيفاش كيصوب الجر ديك بحال الطنجيه او الجره، جار يعني بالانجلي، يعني امبو كنسميوه بشلحات الزيرت، حيت كيديروا فيه تيعمروه باللبن ولا بالحليب ولا كيعمروه بالعسل في زمان، تيديروا فيه السمن في زمان. هذه طريقة باش كيبدا تيبقى يقاد في يعني في الاخر الطين ديالو، الطين كيقادوه بشويه وكيفيني المعلم، يعني بواحد الطريقه متميزه، يعني كتحس بحال الله العظيم بحال عنده واحد لمسه سحريه في يديه، عطاه الله واحد الملكه في يديه، واحد لمسه سحريه في يديه، تيقيس يعني من الطين تيخرج العجب، سبحان الله. انتم كتشوفوا في وقت وجيز جدا غادي يعطيك يعني امبو ديال الطنجيه او تزيت بالسلحه، وغادي في نهايه غادي يدير اللمسه ديالو طبيعه الحال، طبيعه الحال ما شاء الله عليه. والغريب في الامر هو انه شوف اللمسه السحريه اللي كيحط، غادي في نهايه من جناب، ولكن الغريب والغريب في الامر ان المعلم قال لي بلي هاد البو هذا تيهز خمسة عطرة، يعني ما عبروش ماشي، يعني قال لك هذا ديال 5 لتر. شوفوا الخبرة وما شاء الله عليهم. بالنسبة اللي بغى يجي يزور هاد السيد هذا، اسم ديالو سعيد، كيتواجد بقرية موي في سادي غوست. هاد القرية معروفة بالفخار، اللي بغى يجي يشري عنده مرحبا به، واللي يتواصل معنا في الصفحه نوصلوكم معاه، نصيفطوكم عنده، نوريكم المحل ديالو، عاونوا الناس اللي هنايا وشجعوا هاد الناس بالبارطاج، ناس بساط وكرماء وناس بالمعقول، الله يعمر لهم الدار. هادي امبو او جار او جره ديال 5 لتر، موراها قصريه ديال العجين او ديال الكسكسو، كيحطوا عليها كسكسو في الجمعه. غنوريكم هنا الفرق. شوفوا هذا مصوب من فيني، حيت هذا يعني كيف كتلاحظوا هذا فيه الحجره ديال الكحل مطحونه وكيفينوه بها، وهذا مازال ما فينيش، هما حطوا من شفو وناطوندو يدخلوا الفران. نكملوا الرحله ديالنا وغادي نتجهوا دابا للعين ديال موي اللي فيها الحوت الباربو طبيعة الحال. تابعونا. هنا عندنا جوج طرق، على اليمين طريق ديال قصر موي، وعلى اليسار طريق الى تيزيرت او طريق الى عين موي كذلك. نتجه الان نشوف نضربوا دوره في الساحه ديال موي او في قصر موي، نشوفوا الضريح ديال موي عبد الله، يعني ندوزو حداه ونرجعوا بعجاله. على اليسار كيف كتلاحظوا هذا هو ضريح موي عبد الله، وهذا مسجد موي، وهذه ساحة قصر موي او القصبة، هنا كيتسمى القصبة او قصبة موي. علاش؟ لانه عبارة يعني في مجموعة من منازل شكلات بحال القصبة، كاين القصر القديم وكاين الجديد، وكيف كتلاحظوا امامنا هو هذا هو ضريح موي عبد الله. كيكون واحد الموسم ديالو تيكون سنويا، و
بالنسبه اللي ما كيعرفش هذا الموسم، هو موسم مولاي عبد الله، تيكون مره في العام، تيكون بالضبط مورا عيد المولد النبوي بسبع ايام. يعني ملي كيدوز عيد المولد النبوي بسبع ايام، هذاك هو النهار فاش يكون الموسم ديال مولاي عبد الله. هنا غنتجهوا في اتجاه تيزيرت، طريق تيزيرت يعني جديده هذه الطريقه هذه اللي داروها باش يفكوا العزله على قصر تيزيرت، وغنتجهوا ديريكتومون يعني لعين موي. بالنسبه لنرجعوا للموضوع ديال موسم مولاي عبد الله، يعني تيكون تيكون فيه طقوس ديال الحضره، وواحد الموسم اللي هو تراثي وتقليدي 100%، يعني هو ارث خالص لثقافه موي. اللي بغى يجي يزورو، يعني راه قلت لكم كيكون في سبع ايام مورا عيد المولد النبوي، اللي بغى يجي ليه. انا وصلنا لعين موي، هذا العين كيشربوا منها من الناس، يعني كيشربوا منها الناس، وممنوع تغسل فيها شي حاجه موسخه، ممنوع تصبن فيها، ممنوع شحال من حاجه. يعني هنا الناس مؤدبين والناس نقيين. يعني الا لاحظتوا غير المحيط ديال العين راه ما فيهش الزبل، ممنوع تلوح شي حاجه الزبل هنايا، ناس نقيين. بزاف ديال الاعيون في هذه البلاد، المنطقه نشفت من الماء، وهي باقا الحمد لله باقا عاطيه. علاش؟ هذيك بركه الله، وحيد الناس كيشربوا منها، هي المورد المائي الوحيد ديال المياه ديال الشرب ديالهم منذ سنين الى يومنا هذا. واخا كاين الماء دلونيب، مازال الناس كيشربوا منها. هذه منطقه سياحيه بامتياز، ولكن للاسف ما مشهوراش وما مطراش اصلا، ما كاينش حتى في البرامج السياحيه. يعني هذه منطقه اللي بغى يكتشفها واللي بغى يجي، يعني دير تادي غوست في جوجل او قصر موي في جوجل، غتطلع لك هذه البلاصه هذه. يعني جوجل ما بصرا يجيبك لهنايا. هنا البلاصه فيها الحوت، فيها الباربو، والماء صافي صافي لواحد الدرجه يعني هائله ورائعه جدا. هنا كيجيو الناس كيطعموا الباربو، سمك الباربو، تيعطيو هنا تاكل التمر والخبز. هنا الشيء كيعطيو هنايا التمر والخبز. اصلا التمر كياكلوا الراس، وعلاش؟ حيت كيطيح من النخل اللي داير فوق، سميتو فوق داير بالعين، عطا الله اشجار نخيل هنايا كيكون فيهم التمر، تيشدوا على طول العام. علاش؟ حيت حتى واحد ما تيقطعهم. كيف كتلاحظوا يعني حتى واحد ما تيقطع النخل هنايا، ومنظر رائع وهائل. التمر يبان لكم شي حاجه الفوق باقا شي شويه، الريح بحال هكا كطيحها التمر الفوق، يعني كيطيح شي حبات والبربو كياكلهم. منظر صراحه الله هائل ما شاء الله. يعني اللي بغى يجي هنايا راه منطقه جميله جدا وهادئه وكالم وسيكوريزي، ما كاينش اللي يتعدى عليك، ما كاينش اللي يقيسك، بالعكس منطقه مامنه وناس ديالها كبار. حنا الان في طريق العوده، وتصادفنا مع نزول امطار الخير. صراحه الله باش انك تبقى تشوف في الاقتراب ديال المطار وانت غادي في وسط هاد الواحه ديال الهدوء والسكينه والمناظر الرائعه والناس السخيين، ما شاء الله.
نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا ويكون نال الاعجاب ديالكم، وتلاقاو ان شاء الله في فرصة جاية ان شاء الله. خليتكم مع هذا الفيديو وغنوقفوا في واحد النقطة اللي هي جاية في طريق، الا وهي الموتور ديال السقي ديال سيغنيس. Oh, yeah, well.
ماشي ماشي.